لا، هو النقاش في الحقيقة ماشي جديد ولكن مهم جدا، لأن الآن المنظمين اللي هما المجلس المنافسة واللي هما أظن بأن عندهم دور مهم. في السابق ربما كان الإنسان كيعتقد أو التصور وأنهم هادو بعاد ربما كيهتموا بالمجال ديال التجارة، بالمجال المالي، بالمجال المنافسة في قضايا أخرى، لكن واضح الآن من خلال العروض اللي كانت اليوم من مختلف الدول وحتى من المغرب على أنه القطاع الصحافة والإعلام حتى هو قطاع اللي داخل فيه التحول الرقمي واللي داخل فيه المنافسة واللي عنده جوانب صناعية وجوانب تجارية وجوانب قانونية خاصة تطور. إذا المستقبل الصحافة هو هذا. هذا النقاش ديال اليوم يؤكد، وحنا شفنا التجارب العالمية اللي سمعناها اليوم واللي مازال غتواصل غدا، على أنه هذا عالم مندمج. التحول الرقمي خلق الآن واحد الوضع اللي ولات الاقتصاديات مندمجة واللي تتداخل فيها مختلف القطاعات. احنا بالنسبه لنا في القطاع ديالنا ديال الصحافه والاعلام اظن بانه كيخصنا ربما نختصروا المسافات، خصنا ربما نعاودوا ما نضيعوش الوقت، او خصنا نبحثوا على الزمن الضائع، لانه كان كيخص يكون هناك واحد اعاده الهيكله ديال القطاع على ضوء التحول الرقمي. القوانين اللي خصنا نغيروها نغيروها، الاجراءات اللي خصنا ربما ناخذوها بعين الاعتبار ناخذوها، الهيكله ولا اعاده الهيكله لازم نقوموا بها، ولكن احنا ما يمكن ليناش نهائيا نعتبروا اننا نفسنا كنعيشوا خارج العالم، لان العالم يتطور. التكنولوجيات الحديثه هي واحد انفجار عظيم فرض نفسه على الجميع. لابد ان تكون لدينا الاستراتيجيه للعمل في هذا القطاع، ما يمكنش نشتغلوا بدون استراتيجية. ربما كل واحد يقوم مبادرات هنا وهناك، هذا نهائيا لن ينفع. لابد من استراتيجية وطنية اللي يشاركوا فيها مختلف الفاعلين بالإضافة إلى السلطات الحكومية.